السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللعب بالموازنة بين المخاطر والأمان يسموها ريسكي and سيفتي. فالبعض يلعب لكن يخاطر باللعب، خصوصا في ساحة، خصوصا في الثلث الدفاعي ماله. ولذلك يضعون لايت أحمر مثل إشارة المرور، يقولون بالسهل يقول لك هذا أحمر هذا أصفر، لا كان أخضر. الأخضر يعني يلعب بحرية، الأصفر وازن بين الدفاع بين المخاطرة والأمان. أما بساحتك فانتبه أحمر. مثلا على سبيل المثال لو جاني أني سألوا قلي الكرة عند حارس المرمى وهل وضعية الفريقين الحارس يريد يبني أو يلعب طويل، شو تفضل أنت؟ أقول اللعب هنا هذا مخاطرة، رغم أنه أكون مسافة كبيرة بينه وبين رقم ثلاثة هذا السبع، لكن المشكلة هنا خمسة ضد خمسة، وهنا خمسة ضد خمسة، الخمسة ضد خمسة لصالح الفريق المهاجم، لأن أي خطأ يخطأ المدافع الفريق المهاجم هو قريب على الهدف المنافس، فخطأ هذا اللعب خطأ يعني 100% بالمخاطرة. اللعب نفس الوقت الاثنين مخاطرة كثيرة. لماذا مخاطرة؟ يعني قريب، هذا ممسوك، هذا ممسوك، هذا ممسوك، مخاطرة كبيرة. كما أنه اللعب الأربعة بمخاطرة كبيرة جدا جدا، الأربعة يعني تحت الضغط هذا. فكل كرة، كل كرة حتى لو هذه الكرة لعبت إلى ثلاثة مثلا إلى خمسة، كل لعب هنا ممكن أن تلعب إلى اثنين وثلاثة ممكن، لكن فيها نوع من المخاطرة تحسن. حتى لو تلعب أنت الآن تلعب إلى ستة يكون ممتاز اللعب إلى ستة، لكن بنوع من المخاطرة كذلك، بنوع من المخاطرة اللعب إلى ستة، لكن يكون أحسن الأمر، يعني أمر جيد يعني ما في مشكلة. لكن صعوبة أكوني احتمالات الكرة، احتمالات نظر احتمالات من تسعر، فهذه كلها يقال عنها مخاطرة. لكن من تجي تلعب أنت إلى تسعة هذا أبد ما بي مخاطرة، هذا ممتاز. لماذا ما بي مخاطرة؟ لأن حتى لو أنت هسه أنت فقدت الكرة هنا، فقدتها بعيد عن هدفك، بعيد جدا، لكن لا تفقد الكرة هنا هنا هنا، هذه هنا حتى هنا، هذه بها مخاطرة كبيرة على ساحتك. المخاطرة تحسن من خلال عدد اللاعبين المنافسين الموجودين بالساحة. خمسة عندي وعندي مدافعين كم؟ عندي مدافعين خمسة، زين؟ باستثناء سبعة، فلا سبعة فقد الكرة الكافة، يصير ثلاثة يصير ويا جماعتها ستة ضد خمسة. فحسابات المخاطرة والأمان ضرورية في الخيارات التكتيكية اللي أنا دائما أسأل عنها. فالآن إجاك سؤال وقال لك ما هو الخيار التكتيكي الأحسن بالنسبة لواحد اللي عند الكرة؟ هل يلعب ثلاثة وخمسة الأربعة الستة اثنين أم يلعب التسعة؟ بس أنا أجاوب. كيف أجاوب؟ بناء على معرفتي بما يعرف بمفهوم اللعب ضمن حدود المخاطرة والأمان. أقول تسعة ممتاز اللعب إلى تسعة، سبعة أهون الشرين واحد ضد واحد، زين داعش أهون الشرين واحد ضد واحد، لكن اللعب إلى بساحتي بهاي الوضعية رغم أنه ثلاثة والثنين متحررين الآن، ورغم أنه ثلاثة متحرر جدا لأن الثلاثة بإمكانها أنه يستلم أول كرة ويلعب الكرة هو اللي يلعبها إلى تسعة بإمكانه، زين بإمكانه جدا وتكون الكرة ممتازة، حتى ممكن أن يلعب بالفراغ هنا ممكن. لكن ذكر إنه هذا اللاعب ما راح يكون ستاندستر واقف، هذا اللاعب جاهز الآن لمهاجمة ثلاثة حالما واحد يلعب لفريق قصر المسافة، حتى هاي اللعبة تكون صعبة عليه. كذلك الحال بالنسبة للاعب اثنين
من يريد يلعب كرة طويلة للاعب 10 مثلا على سبيل المثال كرة جيدة ممتازة للاعب 10 إلى سنة من حاصل. فحسابات المخاطرة والأمان تحدد على هذا الأساس. فأنت دائما فكر أن الساحة مقسومة كأقسام. القسم الثلث الدفاعي يخلون عليه أو يضعون عليه اللايت الأحمر المصباح الأحمر، والثلث الوسطي أصفر، والثلث الهجومي مالك أخضر، يعني مسموح لك العبور، مسموح لك الدحرجة، مسموح لك كل شيء، مسموح لك التصرف بحرية تامة. في الوسط توازن توازن وتتهيئ دائما، وفي ثلثك الدفاعي دائما دائما اكو لايت أحمر انتبه حي. فإحنا بالثلث الدفاعي يجب أن نحسب حسابات المخاطرة بشكل كبير، لأن أي خطأ يكلفنا الكثير باعتبار أنه نحن الحين 5-5 يعني خطر علينا أنه نبق الكرة عندنا ونلعب حيازة ونلعب حيازة. جنون كروي، جنون كروي. فمن يعني أول لمسة ثلاثة يلعب طويلة، اثنين يلعب طويلة، يلعب طويلة مو يعني ما يبني، لا يبني، لكن البناء القصير هنا يعني يكون خطر بسبب 5-5 وبسبب أن الفريق هذا يلعب دفاع ضغط عالي. زين، ولذلك الأسلم لنا، الأسلم لنا أن نلعب الكرة إلى هذا أو هذا أو هذا أو هذا، يكون أسلم. لأن حتى لو حدث قطع كرة من قبل المدافعين حتكون بعيدة عن هدفنا، نقدر نرجع ننظم حالتنا الدفاعية لكن تبقى خطأ. ولذلك دائما فكر بين ما يعرف السيفتي وبين الريسك. الريسك هو أن تغامر وتقامر بلعب المغلات القصيرة هنا من أجل بناء حتى توصل الكرة التسعة، يتطلب منك الآن بسبب هذا الكثافة الدفاعية للفريق بساحتنا والضغط العالي ألعب الكرة بأمان كلما أمكن. هذه محاضرات قصيرة لكن تفسر الكثير من مصطلحات كرة القدم اللي يحتاجها المدرب عشان يتكلم بالمصطلح الكروي، ويحتاج المحلل من أجل أن يتكلم بالمصطلح الكروي. شكرا جزيلا.